يا دي مين معانا على سكايب؟ احمد حار. احمد ابو حميد. احمد ابو حميد. ابو خدود. مساء الخير. مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ تمام التمام. ابو حميد طمنا عنك، كيف كان يومك؟ انا يومي كان تمام ومشتاق لكم. بدي اوجه رساله لقناه رؤيا ولعليا ولإلك، احكي لك مبروك على برنامج متهم. الله يسعدك. متاخر شوي لكن مشتاق لكم كثير ومشتاق لرؤيا، ويومنا تمام الحمد لله. يعني مبين من قعدتك احمد انه كان يومك فيه كثير انجاز. انا حاسه انك كثير عملت اشياء اليوم. عبد الله، قبل ما نسالك عن كواليس تصوير المسلسل، احمد مين عبد الله؟ شبكت بالكول اللي قبليها، انا اسف لساتني انا بالكول اللي قبلها. ابو حميد، سؤال عشان نوترك في البدايه قبل ما نسالك اي سؤال ثاني، مين بتخاف منه اكثر، ساندرا ولا عبد الله؟ ساندرا. ما فيش خوف سيدي. لا لا جاوب. هم الاثنين، هم الاثنين. ابو حميد حبيبي، انا اشتغلت مع ناس كانوا دقيقين بالوقت بالالتزام، فانا من النوع اللي بحب هذا الشيء. بالعكس، خلصت اجوبه دبلوماسيه. مين بتخاف اكثر، ساندرا ولا عبد الله؟ جاوب، ما عليك ما عليك، بحمايتي خلص. عبد الله. عبد الله. عبد الله. اوكي، ناخذ الفوتج ونعطيه لساندرا لو سمحتوا. نكمل اسئله ابو حميد. طيب احمد، احكي لنا اول إشي عن شخصيه فريد بهذا الموسم، لانه بين الموسم الثاني والموسم الثالث الشاب شو كبر وتغير، احكي لنا عن هذا التغيير. فريد السنه هاي صار في عنده هسه عامه الشخصيات في كل المسلسل صار فيها، صار لها اطار خاص وفريم خاص، فالشخصيات كبرت وتعمقنا فيها اكثر، يعني صارت مفهومه للناس اكثر. السنه هاي فريد كان هادي، السنه هاي ببطل هادي. فريد في اول جزء من المسلسل بتشوفوه فريد القديم، لكن بعد هيك حيبيع مبادئه وقيمه واخلاقه وكل شيء. فريد بتغير بالمراحل المسلسل. طب فريد معروف بانه واحده من الشخصيات الهاديه جوا المسلسل، فهل بيضلوا هادي ولا بصير معاه تطورات على شخصيته نفسها؟ لا، فريد السنة هاي ماخذ شعار بأنه لن أعيش في جلباب أبي. تمرض بطريقة مش طبيعية. طيب أحمد، احكي للمشاهدين، أو تعال أحرجك على الهواء، شو كان رأيك بشخصية جولي وبالعمل معي؟ لا شوفي، هسا أنا الناس بجسم بتعرفش أنه أنا حاب أشتغل معك من زمان، وتفاجأت بأنه بس فوتت جلطة بأنه أنتي من الكاس الموجودين معنا في المسلسل، فكثير انبسطت. بس مغرب، بدي اسالك سؤال. أمور، انتوا كيف تتعاملوا مع عليا في الاستديو؟ انت مين قالك انه انا بتعامل معها؟ انا يا دوب باجي على الحلقه ببلش هيك. احيانا احنا كنا بدنا نربطها، اذا احنا كنا بفضل طمال الولد الصغير اللي معنا صرنا بفضل وعليا. ابو حميد، لازمنا انا وياك تليفون نفضفض لبعض حبيبي. لازم. طب ابو حميد، يمكن التحول اللي صار بشخصيه فريد من انها شخصيه نوعا ما اقرب للمثاليه لشخصيه انت عمالك تحكي لنا انه بهذا الموسم صارت متمرده، كشخص يعمل بمجال التمثيل، كان سهل عليك انك تتقمص الشخصيتين؟ صراحه لا، لانه انا قبل المسلسل بثلاث شهور كنت عم بحضر للشخصيه وعم بتعمق فيها كثير، لدرجه انه نزلت على بسطه اشتغلت يومين ببلاش عشان احس بالكادحين. اوكي، كان في جمله مش فاهم معناها، فنزلت اشتغلت عشان احس بفريد وشخصيته اللي بنتمي إلها للعالم الثاني. الله. وعملت شغلات كثير ونصحت 12 كيلو. فانت بالتصوير ما بتصور الجزء الاول بعدين تروح على الجزء الثاني، لا، انت بتصور احيانا مشهد من الشخصيه هاي ومشهد من الشخصيه هاي بنفس اليوم. فكان صعب جدا، ومصطلحات فريد عامه صعبه. احمد من الناس اللي جد بيشتغلوا على حالهم، يعني بتعمق بالشخصيه بشكل كثير رهيب، وشخصيته اصلا يمكن من اصعب الشخصيات انها تنلعب، لانه زي ما حكى عنده مصطلحات واشياء انه بتعد لسان. وللامانه اللي بيقابل احمد شخصيا بيعرف قديش هو انسان جدا موهوب، وانا كثير مبسوط احمد انه قبل فتره انه وياك التقينا وحكينا شوي، وكان يعني يوم جدا جميل اتعرف على موهبه جدا فذه زيك، جد يعطيك الف عافيه. يسعد عمرك. طيب ابو حميد، بدنا سؤال اخير حبيبي. مشاريعك المستقبليه بعد جلطه؟ هسه المخطط ان شاء الله بانه اشارك بعمل عربي، كان المفروض السنة هاي أفوت مسلسلين، جلطة ومسلسل تاني، لكن للأسف بسبب كورونا اللي صارت والأوضاع اللي صارت توقف العمل وترحل ل 2021، لكن اللي متأكد منه إن شاء الله بأنه في عمل عربي بإذن الله عم نتفق عليه أو اتفقنا عليه، لكن حاليا في مرحلة التحضير له، فيا رب ربنا يوفقنا فيه. كل التوفيق أحمد، كثير مبسوطين بالحكي معك وموفق بجلطة وبكل الأعمال الثانية لإلك. شكرا جزيلا أبو حميد.
اسمح لي بس اوجه رساله صغيره لعائلتي في مسلسل جلطه. طبعا حاب احكي لهم اني كثير اشتقت لكم، حاب اوجه رساله للست امل الدباس والاستاذ زهير النباني، حاب احكي لهم انا بفضلكم اليوم هنا، وانتم امي وابوي اللي انجبتوني فنيا، فشكرا لكم، وشكرا لفضل وزينة خريسات وعليا حموري وشريف الزعبي، واشتاق كثير لشريف الزعبي، يسعد عمركم. وشكر كبير جدا للفنان المبدع احمد حرب، كان معنا عبر سكايب، يعطيك الف الف عافيه. الله يعافيك. كيف مشاعرك لما ترجعي تحكي مع زملائك من ايام جلطه؟ ما انا حاحكي، قلبي وجعني، حتتخوت علي، حنطلع فاصل خلاص فاصل.